بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه موتور كيا ريو عام 2011، يعني نعطيكم عليها بسطة صغيرة والمكونات اللي فيها. نجيو من هنا من الأمام قدام، عندنا هنا طبعا تعرفوا اللي هنا الشان ديستريبيسيون موجودة وراي الكاش هذايا، أو الحزام المسنن سموه، عندنا من قدام، عندنا هنا سيبور اللي هو يتك عليه الموتور، عندنا من هنا مضخة الماء بومبو، عندنا هنا مضخة الهيدروليك اللي هي نتاع السكات ولا نتاع الكريمير، نتاع زيت الكريمير، عندنا هنا المولد اللي هو الانترناتير أو الدينامو، هذه طبعا البولي نتاع الموتور من قدام، من هذايا المحرك نتاع المكيف، موتور المكيف، عندنا هنا التوندور، نطلعوا جوا الجهة هذه، نلقوا هنا الكاتاليزير اللي هو الفيتر بارتيكول اللي هو مصفي البيئة، نلقوا عنده صوند لامدا تاعو اللي هي فوق منه، نلقوا هنا مقياس الزيت اللي هو الجوج. هذي ننزلوا لوطا نلقوا الفيتر نتاع الزيت اللي هو مصفي نتاع الزيت، طبعا خزان الزيت يجي من لوطا، عندنا من هنا حساس نتاع الزيت يجي من تالي، وعندنا من هنا حساس نتاع الكرانك يجي من تالي، يجي هذا اسمه الكابتير في البركان، يجي في وسط الزيت يخدم مع البلوك في وسط الزيت، هذا كابتير في البركان، كابتير يعني البي اتش يعني البي اتش هذا يجي في وسط البركان هنا الداخل حدا حساس الزيت. عندنا هذه مضخة الماء من تالي، فيها تيوب يخرج للتالي. نرجعوا من هنا نلقوا هنا البوات اللي هي الجير اللي هو الفرشات نتاع المبرياج اللي هي تجي هنا مضخة الدبرياج. نرجعوا هنا من تالي نلقوا الكور نتاع الترموستات اللي هو المجمع نتاع توزيع الماء للراديتير وللمحرك. نجيو نلقوا عندها زوز بوبينات، اثنين بوبينة مع أربع خيوط، كل زوز بوجيات في بوبينة، دي بوجي افيك ان بوبين، كل زوز بوجيات في بوبينة، هذوما زوز بوبينات. عندنا هذه الخلف نتاع المحرك من تالي. نجيو من هنا نشوفوا هنا نلقوا مكان الدمرير، هذا هنا مكان الدمرير، عندنا هنا هذا كولكتير، عندنا هذه هنا الفراشة اللي هي تكسيلاري منها السيارة، هذا كور بابيون اللي هو تكسيلاري يمشي، هذه منها عندنا هذه هنا كابتير هربكا يجي من تالي اللي هو حساس الهربكا يجي من تالي. عندنا الغطاء هذه تحت البوجيات الكل، عندنا مصب الزيت، هذه الغطاء نتاع الهربكا، وهذه من هنا مصب الزيت. عندنا من هنا مطبيعة كولكتير نتاع الالمنيوم اللي هو نتاعها كولكتير الالمنيوم، عندنا هنا الداخل الانجكتيرات نتاعها، الانجكتير يجوا لداخل اربع انجكتيرات، هذه المكيف من هنا مرة أخرى، هذه من هنا حساس السرعة اللي هو كابتور نتاع كيلومتراج أو كابتور كونتور. عندنا هذه هنا اللي هي نتاع الجير فيتاسات اللي هي عندنا هنا حساس نتاع المرشة الخلفية اللي هو نتاع مارشيير كابتير مارشيير مانو مارشيير. هذه كل الحاجات اللي فيها نتاع المحرك نتاع الكيا ريو عام 2011، إن شاء الله تستنفعوا بحاجات كما هيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.